اسمك سجع، اسمك هجع صح؟ جناس ابو ذيبي. ها منين اجى؟ من الاسم، من طالب قرى قول لي نبهني. شو يطلع منه هذا؟ الفنان الكبير الله يرحمه طالب القرى قول لي كان يتشاقى وياي دائما يقول لي اسمك واسم ابوك جناس ابو ذيبي. فقلت له شلون؟ قال المنشد المنشد الانشاد، المنشد المسأل، المانشد الماسأل، وهكذا. وعايد عايد نفس الشيء همين، وعايد وراجع و... وعايد ومعيد وعايد عايد الناس. هو يقول هلال اصير وما تجون، وعيد اصير وما تجون، شاشة صيرا حتى يا عيني تجون. انت المن امتاني؟ يعني يمكن تستغرب اذا اقول لك شمتاني. شمتاني؟ امتاني حلم ما اعرف يتحقق او لا، بشيئين اللي هم فني والحبيبه. ايه مو راح يوقع شعرك ما تتزوج فضل؟ لا هو بعد له شويه، مو كل شويه. يعني تسالني عن زواج، اريد اسالك انت مع الزواج. انا عندي احفاد. عندك احفاد؟ طبعا. انا ما اتزوج عن زواج اختيار، يعني انه هذه خوش بنيه وهذه تناسبك، انا اريدها عن حب. انت تريد بنت الناس تدق الباب وتقول لك تعال خذني؟ لا اريد حب، احبها اعشقها وهي كذلك. شو كل اغانيك كذب؟ لا اغاني هو كنا احنا الملحنين والمطربين يعني نستحضر الحاله، يعني مو بالضروره يكون حب حياتي مثل قصيدة يوميات رجل مهزوم من غنيتها، هذه العظمة بالتصوير ما كان بحياتي حب يعني. ولن يكون؟ لا سيكون أكيد. سيكون؟ هن دائما القادم، أنا دائما عندي القادم أفضل، ما ستأتي به الأقدار دائما عندي هو الأجمل، ما لا أعرف يعني. هو ياس يقول عمره بتعدل 30. لا يا فلان كيف بعد ظلتي. ها عمري بروحي لا بعد السنين، فلأهزأن غدا من التسعين. فالثلاثين وين والتسعين وين؟ عمري إلى التسعين يمشي راكضا والروح ثابتة على العشرين. أجمل أغنية غنيتها عايد وانت عمرك 20 سنة؟ 20 سنة طبعا كانت البدايات، يعني ما كان أكون ضوج، بس أغنيتين من في حياتي أحبهم. أغنية عمري أعتبرها علشان من يصغيرك لفريد الأطرش، وحاسبينك أحبها. أكيد هي احتفالية زخرفية بها نغمية بالنسبة علشان من يصغيرك. كم نغم بيها؟ علشان بيها 3 أنغام، يعني نهاوند، دخول، يمر النهاوند بالكرد مرور، الكوبليه الاول بيات ويرجع للنهاوند، والكوبليه الثاني حجاز ويرجع. انت عايد يا نغم تشبه اشبه الكرد. كرد، اعطيني نموذج من الكرد وهذا العود في حاله استعداد واقف. شلون وقفته بهالطريقه؟ والله عجبه. هو الله هداه الجاذبيه الارضيه. كان معلومة يقال عوادة محمد فاضل لما توقف على الأرض يوقف، هذا مصري. رد أقول أمانة يا مسافر بوس لأرض العراق. نقول تحشو روحك نسمع. لا وياك. أمانة يا مسافر بوس لأرض العراق، وصل سلام الهلي قلهم أنا مشتاق. اسمع الشاعر عزيز الرسامي اسمع موال قدامك. أنا الضايع أنا العاشق.
أنا الضايع وأدور بالمحطات ولا خل اللي جيت بأي محطة معقولة مشي بدرب مسدود ومعقولة وجود بهالدنيا غلطة أنا العراقي معقولة وجود بهالدنيا غلطة يا ناس صعبة 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 واللي يمشي بطريق الصدق ورطة والله 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 ورطة أمانة يا مسافر بوس لي أرض العراق وصل سلام الهلي قلهم وانا مشتاق امانة يا مسافر بوس لي ارض العراق وصل سلام الهلي قلهم وانا مشتاق كل ليل انا حاير عالغربة انا صابر صابر وادعن الله ما يطول بي الفراق هاي شنو؟ بطاقة سفر. اي. انت ايش تشعر بالمطارات؟ اشعر بشيئين. اللي هما؟ الحرية والغربة. طيب شعور العودة ولا الذهاب؟ الاثنين. تستغرب اذا اقول لك الاثنين. الحجاج يقول: لولا فرحة الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر. الله. طبعا احنا نقول الله وان كان الحجاج الى مواقف من العراقيين بس نقول الله مثل مسيلمة الكذاب من يصف المرأة اذا احب الرجل امرأة ماتت بعينه كل النساء تعجبني هاي ليش الاثنين دكتور اشعر بالغربة شعرت بغربة في وطني وانا موجود في الوطن وغادرته لكن غربة الوطن والاهل أقصى من الغربة اللي بيها السفر فعودتي فيها غربة وسفري فيه غربة لكن الحرية لا شك أني أشعر بالحرية وطنك وين؟ الآن ما عندي وطن أنا. والعراق؟ العراق وطني بس أنا بعيد أحضنك لو صرت كلك سجاتين لا مو إحنا أنا دكتور حقيقة أقول لك يعني أنا أصور الحالة كما هي بغض النظر عن الناس تفهم قصدي أو ما تفهم قصدي يعني أنا ما أمثل حقيقي بأشيائي من أزعل منك أقول لك دكتور أنا زعلت منك ما أجاملك لأنه إلي مصلحة زعلان بس يا زعل زعلان بس يا زعل لما ترد للصدق أركض ركض للوطن أركض ركض محترق عندي عتب على وطني وعندي عتب على أشياء تاني شوي أنت صغير من زعلان بس يا زعل على العود؟ على العود طبعا هو الحب كذا بنقول زعلانين يعني تزعل من حبيبتك بس تقول لك ألو تركض ركض محترق بس يا زعل لما انترك للصدق قبل المنادر
صرخ راح اطق راح اطق ودالي لك ونشيت جيتك بليلة شتا فتيت نفت حلو عايد ما ادري انت تغني بدي اشوفك عبد الحليم احساسا ولا شكلا شكلا واحساسا تدري رشحوني في مصر لبطولات مسلسل عبد الحليم انا كنت المرشح بس هم كانوا من الاول يعني انه هو الاعلان اللي سووه عن اختيار واحد يمثل عبد الحليم كان غير صحيح هم مهيئين هذا الشاب شادي ومن الأصدقاء طبعا مهيئين للمسلسل بس أنا كنت مرشح الموسيقار هاني مهنة قال أنتوا ليش تجيبون واحد يسوي دوبلات صوت عبد الحليم ما واحد يغني هو يطيكم عبد الحليم بروحه نبرات صوته أسمع دمرتني لأنني كنت يوما أحبها وإلى الآن على الميزة ثابتا. دكتور زين أنت إيش مدريك بهذا يعني هاي أنت قلبي لعبد الحليم وين لقيتها وإيش مدري؟ لست قلبي وإنما أنت خنجر في ضلوعي. إيه. أسمعها منك؟ على الله أتذكرها بس. معقول؟ سعد مو من زمان ما بغنيها. يلا حاول. أنت وين سمعت إنه أنا أغنيها؟ يعني أنا فعلًا أغنيها زمان كنت أغنيها من الأغاني اللي مهمة يعني كلحن. صاح بيضة ودادك
ما وراها صفر. ما وراها صفر. من عبد الحليم للحاد زاير. صبا مو؟ صبا. إذنك خطرة. خطرة؟ يا صاحبي ضت ودادك ما وراها صفر. تذكر مرة سوينا بمناسبة مرور سنة على رحيل رياض أحمد أبو طيبة الله يرحمه. أي. أنت غنيت مرة ومرة. أي. وابنه كان بالكواليس. أي أحمد أظن. أحمد إيه أحمد يغني أيضا. أي بس كان بوكده شوية صغير. أي يعني هي هاي من أجمل أغنية بنظرك من أغاني رياض اللي هي إيش؟ والله أعتقد مرة ومرة حتى أنا كنت سبب في وجود هاي الأغنية. هي منين؟ يا نغم. هي من نهاوند. نهاوند. كان طاهر كنت عسكري في العمارة في الفيلق. كان الشاعر الجميل تحية إلى طاهر سلمان أعطاني نصوص إلي وللكبير جعفر الخفاف. فكان أحبك صحيح أول أغنية إلي بالتلفزيون من ضمن النصوص. كانت لجعفر الخفاف. وأنا أخذت أحبك صحيح وأيضا نطيته من النص وعطيته مرة ومرة ولحن هذا اللحن العظيم وانولدت الأغنية. يشوفك أبو أديب هسه تحية إلى راح يقول لك أتحداك تغنيها أبو أديب ذاك النفس مع ذاك الوقت. يا سنة تغنت سينات ارجع بالعمر ارجع بالعمر لي ورا وغني لي مرة ومرة. بس وراها يراد لي حباية يراد لي سفر يراد لي راحة لأن هاي الأغنية إحساسي ومشاعري تفيض وأنا أديها فتتعبني أحيانا حقيقة أقول لك. قلبك حال
وديتنا نزلنا بالأرض. أريد أغني أرضية. أرضية هاي يعني راد لها مال هالوقت. مال. لأن أنا أسافر قد ما أغني، وأنا أغني أسافر. حلو أنا والله. وأسفر وياي اللي قاعدين. اللي حلو. البارحة عبد الحميد صاحي شفته بالفجيرة شاعر عنده ديوان اسمه الأرض وأعلاه. حلو. شنو اللي يخليك تطير تحلق؟ إحساسي. أي نغم؟ يعني إحساسي هو من أختار أي نغم يمتزج معاه ينصهر ويصير واحد. أي نغم أني سواء كرد أو نهامان عايد إجاك في اليوم طاب القرول اللي بالطيف؟ لا هاي أنت ساحر هيك عن جد؟ إي والله. شلون؟ حقيقة هذا الموضوع شلون عرفت؟ مخي قل لي. لا صدق والله أرجوك قاعد يعني. أكذب عليك؟ فعلا فعلا أنا إجاني فنان طالب القراولي وسمعني لحن ما مسجل. اه اي والله ما مسجل ما موجود. بس اني مهمل احيانا يقولون باكر تمر. هاي موجوده يقولون باكر تمر ريحه مسج. بس انا ارد اتذكر اللحن اللي سمعني اياه ما مسجل ما موجود في وقت. بس انت طبعا صرعتني دوختني بهالقضيه. زين انت سمعني يقولون باكر تمر. برجك ميزان. اني لا كنت اظن برج الحمل طلع حمل كاذب طلعت اني ثاري طلعت فلان ورطه. يعني الحمل كلهم يحملون. لا لا انا الدلو. انت شنو برجك؟ اني الجوزاء. الجوزاء لازم ملحن ومطرب. يبان اثنين وفوقها شاعر. لا احيانا الشعر محاولات او سد حاجه او يعني باكتفاء. لان انا كنت في بعيد دائما كنت في مصر ما يمي شاعر يعني عراقي قد ما تجين شغل لحن او جمله يعني. اسعد الغرير هناك لا يزعل. اسعد طبعا عملنا هناك اشياء انا وياه في مهرجانات في محافل. بس نوبات حاله خاصه تجي فاضطر اكتبها انا. فبديت احاول اكتب يعني تكون خاصه بي يعني في موقف او. يا حبيبي بسألك واحدة قلتها الله ما قلتها بغيرك بحرقة وترافة الله حافظها؟
احبها. تقدر تغنيها؟ شوفك هذا يقول ذايب من الحب وانت بلا حب يا رجل، معقول؟ لا انا ذايب بالحب منو قال؟ بس ماكو حب، ماكو ململ، ذايب المجهول؟ لا انا احب هواي اشياء. اكو حيده بحياتك وحيده؟ بخيالي الحبيب لا تزال. عايش بالخيالات؟ الخيال جميل. الخيال في حريه اسافر به. يعني انا احب مثلا مدينه البندقيه اسافرها بخيالي. فينيسيا كتابات كتب سفر كله بخيالي احيانا. اقول لك شيء، انت من تروح تترك اشياءك وراك؟ من نروح وين؟ يعني تسافر من بلد الى بلد، يعني تترك، انت جيت من القاهره. اي دولابك ايش بيه؟ اي اترك اشياء، انت عندك معلومات غريبه دكتور. اترك اشياء اللي هي مو ثمينه بالنسبه لي، مثلا ملابس، اشياء، قصص، تحفيات. بس أشياء الثمينة أجيبها، يعني مثل عودي. عودي هذا ما عوفة يعني عمري بي أنا، وعودي أنا موصحة. حلو. بس في القاهرة لي أشياء لا تزال، يعني هذا العود كان في القاهرة جاب لي يا صديق. يعني مثل الأرشيف الصحفي الإعلامي موجود في 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 شقة في القاهرة يعني. طيب أنت سايب القاهرة، القاهرة تفكرك في إيه؟ ليل الساحر ودقات الساعات؟ اي فات المعاد؟ اي انت مرة قلت لي شغلة، يقول اني افضل واحد يغني مع فات المعاد على الكرة الارضية. لا مو لهالدرجة. ايش قلت؟ يعني قلت انا اغنيها حلو، او يعني بعد السيدة ام كلثوم ما يعني نادر ما تلقى احد غنى فات المعاد. يعني لحن صعب مليان جمل زاخرة بالتحولات النغمية وال... انطيني جملة وتقول أتحداكم. هي دخولها يعني الاسترسال من نغم الهزام وانت طالع به هو صعب، في حركات صعبة جدا يعني ما يسويها إلا أم كلثوم. طيب نمتحنك. اليوم امتحان. امتحان الناس ينطروا الدرجة. بس طبعا فات المعاد يراد لها ليل، يراد لها أجواء ليل و وأجواء تحرك المشاعر حتى تدغنى صح، لكنه خلينا نشعر بالنغم إنه هذا ليل.
فات المعاد وبين باب والنار النار النار بيت تفرقوا الأحباب. تفرقوا طبعاً تفرقوا. عايد سؤال، متى فارقت أمك؟ ألفين وتسعة. تعرف لعنها رحيلها بس ما فارقتها الحقيقة، تعيش معي. ما أريد أبتشيك، أنا راح أبتشي. تعيش معي في كل لحظة. أي أغنية تناسبها وهي كانت تحبها منك؟ أغنية عن الأم. على فكرة أنت تلزم العود وأغني لها فريد الأطرش وعبد الحليم وأغني لها ريفي شانتها. نغني لها حالي لها إن كانت موجودة أو غائبة، يعني أنا أشكي حالي لها. أوكي اسمع. Thank you.
عايد اريد اوديك الى استاذ فاروق هلال في القاهره وشوفك كيف يحرص على البرنامج. هو طبعا استاذ فاروق فنان كبير وصديق والله، يعني من اعز الاصدقاء استاذ فاروق. شنو يعني اجمل شيء تقدر تغني لاستاذ فاروق؟ استاذ فاروق نوجه له التحيه كبيره ونتمنى له الصحه ان شاء الله وطول العمر، لان نستفاد من خبرته في الفن وثقافته الفنية والإنسانية، حتى دائما أسمع أحاديثه. بالقاهرة لما التقينا صارت علاقتنا قوية، يعني في بغداد ما كنا يعني نتشاور في مهرجان من بعيد أو كذا، ما كان في علاقة، بس في مصر صارت العلاقة جدا قوية مع الأستاذ فاروق، تناغم حتى روحي فكري. وغنيت له اللحن الوحيد اللي يعني مو من ألحاني، كان قصيدة الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه، وألحان فاروق. هذا اللحن الوحيد اللي يعني مو ألحاني. النخلة مرة قيل لي لما من دون كل الشجر تحتفي بالنخيل، ليش يعني بس النخلة؟ عبد الرزاق يقول. وسجلناه الحقيقة، هو مسجل موجود يعني. زين أطلب منك شغلة، تعالي لي. الله، يعني ألحان جميلة أستاذ فاروق، بس هذه اللي أعتبرها من أجمل ألحانه. بدون عود؟ لا نسمع بالعود. بطبقة أخرى، اليوم راح أغنيها بطبقة أقل شوي. ناونت يرست الدنيا بشوي. عايد المنشد جاوبني على السؤال التقليدي، كيف رأيت الدنيا؟
رحلة صعبة جدا، تحلى تبسط وتكون بالحب فقط، هذا اللي شفته من الحياة. عندك شعر؟ يا دنيا العريان أظن نص ملحن، يا دنيا شلون ما وياي تمشين، أظل بهيبتي وانت تذلين، ش ما تكثر الهموم ما تخراس فديوم، الليل العمر ش ما يطول انت تذلين.